ألا وهي فطرة الأبدان، صدقة عن الإنسان صاع من طعام، يخرجها أهل الغنى إلى الفقراء من الأنام، فاخرجوا إلى مصلاكم وكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، بادروا العمل قبل الممات، واعلموا أن كل ما هو آتنات، وزكوا العمل بنور الإخلاص فإنه الحبل الأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإياكم والعصيان ومخالفة الرحمن فإنه باب الخذلان، ومفتاح البعد عن الله تعالى والحرمان، وسبيل وعر يفضي بصاحبه إلى النيران، إلى دار الكفرة والفساق، نار لا تطاق، تغرق بالإحراق وتحرق بالإغراق، شرابها الحميم والغساق، وطعامها مر المذاق، لا يساغ ولا يذاق، لا راحة فيها ولا موت يساق، ولا مخرج منها ولا إباق، ولا ملجأ عنها ولا فراق، قد انطبقت عليهم أشد انطباق، فهي موصدة المطباق. هذا وأن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الثقلين وروح الكونين، شمس الهدى وبدر الدجى وبحر الندى، شفيع المحشر القائد الغر والدامغ الكفر، البشير النذير السراج المنير، أبي الخاتم أبي القاسم النبي الخاتم، وعلى آله وأصحابه هداة الخلق، وعلى أهل طاعته الدعاة إلى الحق، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وسلام. هذا وإنا نزف إلى حضرة جلالة مولانا السلطان المعظم قابوس بن سعيد أجمل التهاني وأطيب التمنيات، نرفعها إليه مع الأثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. في نزوة قام المواطنون بعد صلاة العيد بالتعبير عن فرحتهم وبهجتهم بالذهاب إلى السوق، أما الأطفال فقد اتجهوا والفرحة تملأ قلوبهم الصغيرة إلى سوق اللعب، ليشتري كل طفل لعبته التي كان يحلم بها قبل العيد. كل عام وأنت بخير. أخ حمد، لا شك أن مدينة نزوة تعيش أيام العيد والمظاهر طبعا عمت الجميع، فإيش إحساسك وأنت تعيش هذه الساعات وهذه الأيام؟
ما في شك أنه كل واحد أنهى شهر الصوم الكريم وأنهى الصيام أنه يحس بفرحة، أولا بإتمام الصوم ثم بالعيد، عيد الفطر السعيد. ما في شك أنه الفرحة تعم الجميع. خميس كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. أهلا وسهلا بكم، ولنا عظيم الشرف وأنتم تزورون في ولاية نزوة التي توجها التاريخ والحضارة، والحقيقة نحن لفخورين جدا بهذه المناسبة العظيمة. فليس أنا شخصيا، ليس عني إلا أن أقدم شكري العميق وأنتهز هذه الفرصة لكي أهني مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم وشعب عمان الأبي بهذه المناسبة، مع تمنياتي له بدوام الصحة وطول العمر. وأتمنى أن أرى عمان وبهذه المناسبة أي في كل مناسبة كل فخر واعتزاز، وأتمنى لشعب عمان كل أيام أعياد وأفراح جميعا إن شاء الله.